أنعم بالقارئ والسامع لرواية ورش عن نافع يرويها جمع عن جمع والجمع ثقات ومراجع آيات أحكمها البارئ إعجاز فياض ماتع لرواية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولله در القائل، إمام المحققين، إمام القراء، الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان. وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع: يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية. بإذن الله تبارك وتعالى نلتف مع آي الذكر الحكيم من الآية 82 من سورة الأنعام إلى الآية 90 من نفس السورة. عندنا النهاردة من الآية 82 لحد الآية 90 من نفس السورة. ولكن قبل الشروع في آيات اليوم، عندنا في آيات اليوم حاجتين يجب أن احنا نراعيهم وإحنا بنقرأ لورش في صفحة النهاردة. أولا، قول الله تبارك وتعالى: نرفع درجات من نشاء. لفظ درجات قرئ بغير تنوين لورش، يعني ورش هيقرأ درجات بدون تنوين، من غير تنوين، يعني تتقال ازاي؟ نرفع درجات من نشاء، درجات من نشاء بدون تنوين، التاء مكسورة بس مش هنونها، خلاص. ايه تاني عندنا؟ عندنا لفظ: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. قرئ لفظ وزكريا بإثبات الهمز، والكلام ده أنا كنت شرعت في شرحه ووفيناه شرحه في الحقيقة، ألا وهو باب من أبواب رواية ورش اسمه باب الهمز المفرد، اسمه باب الايه؟ الهمز المفرد. وقلت قبل كده أن هذا الباب يدور حول أربعة محاور، أربع حاجات هذا الباب، اسمه باب الهمز المفرد، همزة واحدة، ما هو همز مفرد يبقى همزة واحدة، ما بين ألفاظ فيها همزة شلنا الهمزة بتاعتها أبدلناها بحرف مد، يبقى خلي بالكم من الكلام. باب الهمز المفرد بينقسم لكم حاجة؟ بينقسم لأربع حاجات. أول حاجة باب الإبدال، أما يجينا همزة تبدل بحرف مد، زي يؤمنون أبدلت يؤمنون، زي يؤاخذ أبدلت يؤاخذ إلى آخر. يبقى أول محور من المحاور أو أول قسم من الأقسام إبدال الهمزة، ده هذا في باب الهمز المفرد. حاجة كمان، ألفاظ حفص أصلا ما قرأهاش بالهمزة
ولكن قرأها ورش بإثبات الهمز العكس. يعني القسم اللي أنا قلته من شوية إن كان حفص يثبت الهمزة، لكن ورش لم يثبت الهمزة وأبدلها بحرف مد. القسم الثاني، إن أصلاً عندنا ألفاظ حفص ما قرأهاش بهمزة لكن ورش أثبت لها الهمزة، منها زكريا. منها إيه؟ زكريا. يعني عندنا شوية ألفاظ زي إيه؟ زي هزوة اللي أنا ختمت بها الحلقة المرة اللي فاتت. هزوة قرأت هزوة، كفوة قرأت كفوة، البرية قرأت البريئة، لفظ النهاردة زكريا قرأ زكرياء. بس في ملاحظة، إن عندنا لفظ زكريا الهمزة الأخيرة بتاعته بتاخد حركة إعرابية. يعني إيه حركة إعرابية؟ يعني ساعات تبقى زكرياء وساعات تبقى زكرياء. عامة لما بيجي الموضع بتاع زكريا في أي موضع من المواضع أنا بنبه عليه، سواء هنقراه بالفتح أو هنقراه بالضم. طيب اللي هيتقري هنا هيتقري بإيه؟ هنا هيتقري بالفتح، هنا هيتقري بالإيه؟ وزكريا ويحيى. طب ليه أنت قرأتها بالفتح؟ عشان معطوفة على اللي قبلها. أنا يكفي إن أنا أقولك إنها مفتوحة، ويكفي إن أنا أقولك إنها مفتوحة، بس في ناس بتحب تفهم. يعني يقولك إيه؟ وكذلك نجزي المحسنين وزكريا معطوفة على اللي قبلها، فعشان كده تتفتح زكرياء. وصلت؟ يبقى زكرياء هتتفتح. في بقى على الهامش شوية أمور نخلي بالنا منها، زي مثلا هيجينا أكتر من مد بدل في آية واحدة يبقى لازم نسويهم ببعض. زي آمنوا إيمانهم لازم نسوي الاتنين مع بعض، نقصرهم مع بعض، نوسطهم مع بعض، نشبعهم مع بعض. برضو عندنا ألفاظ فيها فتح وتقليل، زي مثلا وموسى هفتح وقلل، زي يحيى وعيسى هفتح وقلل، اسويهم مع بعض افتحهم وبعدين اقللهم الى اخره. طبعا مد البدلات، متفقين على هذا؟ طيب انا هبدا بالتلاوه، وبعد ما انتهي من التلاوه ان شاء الله اتلقى اتصالاتكم باذن الله تبارك وتعالى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، بظلم أولئك لهم لمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل،
ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين بارك الله فيكم لحين تلقي اتصالاتكم إن شاء الله هعلق برضو على تعليق آخر والنبوة تقرأ والنبوءة برضو من الألفاظ التي أثبت لها ورش عن نافع الهمزة ولا ننسى والنبوءة إشباع المبتصل طب نتلقى الاتصال الأول السلام عليكم وعليكم السلام يا متولي إزاي حضرتك يا محمد الله يكرمك يا متولي والله وحشنا كتير قوي والله بارك الله فيك يا متولي إزاي حضرتك نقرأ منين ابدأ من مطلع الصفحة إن شاء الله حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم لمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه
نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. جميل انك وصلت نشاء بإن يا متولي عشان تبين حكم الهمزتين. يلا أكمل. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. متولي. نعم. ليا ملاحظة. اتفضل. انت لفظ موسى بدأت بالتقليل وبعدين الفتح صح؟ اه اعكس يا متولي الفتح الاول وبعدين التقليل. يلا قولها تاني. ويوسف وموسى وهارون. وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. بارك الله فيك يا متولي وفير. أحسنت. معنا أحمد حسن. السلام عليكم يا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أحمد؟ الحمد لله بخير. يلا نبدأ من أول وزكريا ويحيى. ماشي إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم والحكم والنبوءة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. بارك الله فيك يا أحمد أحسنت. طيب معنا الحاجة زينب. السلام عليكم يا حاجة زينب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا حاجة زينب. كل عام وأنت بخير يا رب. وحضرتك بخير. وعدها على مصر كلها بخير. آمين يا رب العالمين. نبدأ من أول الصفحة زي ما حضرتك تشوف. ما ان شاء الله من اول الصفحه ربنا يسهل. يس. هتقري بالاوجه ولا باقي واحد؟ لا الاشباع. طب يلا. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم
إيمانهم. لا خلي بالك. نعم. إيمانهم. الألف اللي بعد النون ما تزيدش. صح. صح. أعد معد من الأول. اتفضلي. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب أنا ليا ملاحظة. أول ملاحظة إن ما بدأش بكلمة بظلم أولئك. طب ما النفس بيتقطع نعمل إيه؟ لا ابدأي من أولئك على طول. سمعني؟ ما انا عايزه ابين لفضيلتك ان انا عرفت اعملها يعني. ما لما انت بداتي الايه عملت النقل فسمعت منك. طيب فده كده ممتاز. طيب بعد كده بقى اما ارجع ابدا تاني ابدا باولئك. حاضر. ده نمره واحد. نمره اتنين، اولئك الزمن بتاعها ما خدش سته فخلي بالك. حاضر. نمره ثلاثه. ايوه. الم نو، بيني الضمه بتاعت النون. حاضر. يلا من عند اولئك. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كده تمام. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، ربك حكيم عليم. طيب عايز اقولك حاجة. حاضر. دلوقتي لما نوصل نشاء بإن، مش دول كده همزتين ورا بعض؟ أيوه. طيب السؤال الأول، دول متفقين في الحركة ولا مختلفين يا حاجة زينب؟ لا مختلفين. كلام جميل، لأن الأولى مضمومة والتانية مكسور. حلوة قوي. لما تلاقي همزتين مختلفين في الحركة بس مفهومش، هل اولا السؤال الثاني هل فيهم همزه مفتوحه؟ لا. حلو، لما تلاقي همزتين مختلفين في الحركه ومفهومش ولا همزه مفتوحه، الهمزه الثانيه دي يا تتسهل يا تبدل واو. يعني لو انا هسهلها اقولها ازاي؟ نشاؤن، او تبدل واو نشاؤن. انا كان قصدي في دي. حلو، انت كنت عايزه الابدال. ها انا كان قصدي في نشاء ويندي. طب يلا اعمليه. بس يعني ربنا يصبرك، والله انا عذراك. ليه نرفع درجات من نشاء وان رب وين وي وين لا وين وين نرفع درجات من نشاء وإن ربك حكيم عليم. صعبة ولا سهلة؟ لا سهلة أوي دلوقتي. ده كلام جميل. يلا دلوقتي بس. ووهبنا له إسحاق. لا هنوقع المد ليه؟ احنا هنيجي على السهلة وتقع مننا؟ لا 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 يلا. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. بس وموسى وهارون. كلام الله يفتح عليك انك فتحتي وقللتي، بس ليا ملاحظة صغيرة. ما مدتش هارون. لا ويوسف، الفاء ما بنتش الفتحة بتاعتها. حلو. حاضر. يلا ويوسف. ويوسف وموسى وهارون وموسى وكذلك نجزي. لا انت مش قللت، اما تقللي توصلي برضو. وموسى وهارون. وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. كده كلام جميل، احسنت يا حاجة زينب، ممتاز كده. بارك الله. ربنا يصلح حالك يا رب. الله يكرمك، بارك الله فيك. معنا الحاجة أم أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة ورضوان شيخنا الجليل. الله يكرمك يا حاجة أم واحد. ازيك يا شيخ محمد؟ الحمد لله بخير. الله يبارك في علمك وصحتك. الله يكرمك يا رب. أبدأ إن شاء الله. ابدأ وزكريا. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. بس عايز حاجة بقى. نعم. نخلي بالنا من غنة من يشاء عشان ما نخشش على خلف عن حمزة. حاضر. صح حاضر. ولا لا؟ حاضر صح. حاضر. يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. بس بين الضمة فبهداهم اقتده. حاضر. فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. عايز التقليل يبان سنة. إلا ذكرى للعالمين. أحسنتي. الله يبارك فيك يا رب. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام. معنا محمد. السلام عليكم يا محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا محمد؟ الحمد لله بخير. يلا نبدأ أول الصفحة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
تلك حجتنا آتيناها وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. بارك الله فيك يا محمد أحسنت. معنا أم خالد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بارك الله فيك يا مولانا. الله يكرمك ويرضى عليك. إن شاء الله ربنا يعني وأقرأ. أقرأ منين؟ ابدأ إن شاء الله من أول وإسماعيل. هتبدأ هتقرأي بورش؟ آه هقرأ بورش. طيب يلا نبدأ من أول وإسماعيل. أيوة أول وإسماعيل. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. بس عايز نخلي بالنا من الإخفاء وكلا فضلنا على العالمين ومن باء عايز اعلمك حاجه هتعملي البدل فلازم الالف ترتاح سواء اتنين او اربعه او سته ومن بائهم وذرياتهم واخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم. انت هتمدي أم خالد هتمدي البدل قد ايه؟ البدل ست. طيب بس خلي بالك احنا جالنا وانت حضرتك بتقرأي في الآية 87 كان عندنا بدل ومينا بائي من فوق كانت مد ستة صح ولا لا؟ ما كانش مد الستة يعني؟ احنا مدينا اتنين لما قلتلك ومينا بائهم. اتنين اصلا هقرأ بالاشباع على طول. طيب خلاص عشان نفسي بس. خلاص هاتي بقى من عند اولئك الذين اتيناهم ستة هنسمح في اللي فاتت ونخلي بالنا من دي. اولئك؟ من عند اولئك. يلا من فين الاية فين رسلها راحت من؟ اللي هي اولئك الذين اتيناهم اللي لسه كنت هتقوليها. اللي كنت لسه هقول. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم آتيناهم الك...
الكتاب والحكم والنبوءة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم لا بالك من الألف اللي بعد الدال هتكون مقللة يعني افتحها ينقللها طالما انك بتقلب الإشباع بس نعم. انا مش معترض على الالف انا معترض على هو بين ضمه الهاء والميم فبهداهم اقتده ماشي قل لا اسالكم عليه نعم اسالكم بين التشكيل اسالكم عليه اجرا إن هو إلا ذكرى لله لا بتمدي ده كله ليه؟ نعم ذكرى تتمدي ده كله ليه؟ ذكرى إن هو إلا ذكرى للعالمين أحسنتي بس خلي بالك من أزمنة المدود لكن التلاوة طيبة جدا يا أم خالد شكرا معلش أنا يعني تعبانة شوية فنفسي ما بقدرش لا على مهلك بارك الله فيك شكرا معنا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ محمد ربنا الله يكرمك إن شاء الله مبارك فيك نبدأ من أول الصفحة إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون بس عايزة بين الضمة لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين بارك الله فيك أحسنتي التلاوة طيبة أحسنتي معنا أخونا سعد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الأكبر أسعد الله يومك الله يبارك فيك ويرضى عليك يا أخي سعد يا ريت تسمح لي أن أكمل يعني هذه القصيدة شيخ محمد أسعد الله يومك خلقا وأدبا وتعليما ليتنا نرتقي ذوقك يا أي هذا الشاب الصغير الكبير ما على فوقك أفض عليك ناب علمك عليك من الله بركات ونور يعلو به القرآن رأسك أسأل الله أن يكلل جهدك ويبارك عمرك شيخ محمد كنت أقول لحضرتك تذكرنا بحكم الراء الساكنة حاضر وربنا يجزيك خير يا مولانا حكم الراء الساكنة الراء الساكنة عند ورش أكيد يعني الراء الساكنة لورش طيب هو عامة حكم الراء الساكنة لورش مش هيبقى لها شغل قوي يا سعد
لأن الرأي الساكنة هتأخذ نفس أحكام زي حفصة عن عاصم. خلاص الرأي المتحركة. خلاص يبقى الرأي المتحركة. ماشي يا مولانا. جزاك الله خيرا. خيرا جزاك يا حبيبي يرضى عليك. واللهم اغفر لما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. معنا اتصال آخر. الحاجة فاطمة. السلام عليكم يا حاجة فاطمة. الله يخليك ويبارك فيك ويعزك يا رب. أمين يا رب. وجزاك الله كل خير والله على كل شرحك وعلمك. الله يسترك ويرضى عليك. الله يبارك فيك. الله يكرمك يا حاجة أبدأ فاطمة. من فين؟ ابدأ إن شاء الله ومنابائهم. هتقرب وجه إيه يا حاجة فاطمة؟ الإشباع إن شاء الله. تفضلي يا حاجة فاطمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعلمون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هبين التقليل شوية. بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. بارك الله فيك يا حاجة فاطمة. أحسنتي. معنا اتصال آخر. طيب ده كان آخر اتصال معنا في حلقة اليوم. بأكد على كانت الألفاظ اليوم الخاصة بإثبات الهمز لورش عن نافع، منها لفظ زكرياء مر علينا في صفحة اليوم، ومر علينا لفظ النبوة اللي هو النبوءة ومشتقاته. خلاص. بالنسبة للسؤال اللي سألني عليه الأخ سعد، فإن شاء الله أجيبك عليه أخ سعد عشان الوقت بتاعنا انقضى سريعا، فأجيبك إن شاء الله في مطلع الحلقة القادمة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. إن شاء الله في الحلقة القادمة مستمرين، ما زلنا مع سورة الأنعام، وإن شاء الله نتواصل مع الشرح بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة، من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إلى حلقة جديدة ألقاكم، إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا أن نستمع وننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ محمود خليل الحصري. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين أنعم بالقارئ والسامع لرواية ورش عن نافع يرويها جمع عن جمع والجمع ثقات ومراجع آيات أحكمها البارئ إعجاز فياض ماتع لرواية ورش نفحات ونظام علوي رائع
طوبى للمؤمن يتلوها يطلبها علما ويتابعها.